في كل مكان على راديو الأهرام. أهلا بكم مستمعينا مستمعي راديو الأهرام في كل مكان، ومشاهدينا على قناة الأهرام يوتيوب. وكل سنة وكل الأمة العربية طيبة وبخير، ويا رب عيد فطر مبارك علينا جميعا. هنتكلم الأول عن مظاهر الاحتفال بالعيد في الولايات المتحدة الأمريكية، وحنتكلم عن بعض العواصم العربية والعالمية اللي حيشرفنا في بعض مواطنين سواء مصريين أو عرب، هنلتقي بيهم من خلال الأثير، وحنسمع لأرائهم طريقة الاحتفال بالعيد عندهم شكلها إيه. في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، المسلمون هناك بيؤدون صلاة العيد في المساجد عادة كل عيد، ده بيتم، ولكن عند عدم كفاية مساحة المساجد بيضطروا أو المسلمين في أمريكا إلى أداء الصلاة في المراكز الإسلامية المعروفة والحدائق المفتوحة أيضا أو قاعات المؤتمرات. وكالعادة السائدة عند الجميع، بيتبادل المسلمون التهاني والزيارات الاجتماعية فيما بينهم. وكمان في الولايات المتحدة الأمريكية، المسلمين العرب والمواطنين المصريين اللي عايشين هناك، وعامة أهم عادة بيقوم بها المواطنين المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية أو المسلمون العرب، بيقبلوا على شراء الملابس الجديدة والهدايا، وبيتبادلوا الزيارات بينهم وما بين بعض. أما في المغرب العربي، فالمواطنون أو يقبل المواطنين في المغرب المملكة المغربية على شراء الملابس والهدايا، وبيرتدوا أيضا الزي المغربي، الجلباب والطربوش، للذهاب لأداء صلاة العيد، وبيحرصوا كمان على استحاب الأطفال حتى لو كانوا في سن صغيرة جدا معهم للمساجد لتعويدهم على الاحتفال بصلاة العيد. وبعد ذلك بيقوم المواطنين بتقديم الهدايا فيما بينهم، وبيقوموا بتبادل الزيارات العائلية والاحتفالات المغاربية المميزة. كما يحرص أيضا الشعب المغربي على السفر والتنزه خارج العاصمة، وكما هو معروف المملكة المغربية بها الكثير من المناظر الخلابة والمدن الساحرة. أما عن الاحتفال بالعيد في تونس الشقيقة، فتتميز احتفالات العيد بطابع خاص في جمهورية تونس، حيث تزدحم الشوارع والأسواق لشراء بقى تجهيزات العيد من الملابس وزينة العيد ومكونات المأكولات والحلوى، وبتحرص النساء على ارتداء أبهى الألوان وأزهى الألوان، وبيتبارى النساء في تقديم أشكال مميزة لهم ولأبنائهم من الجالية التونسية، في سواء لبس العيد أو المأكولات اللي بيحرصوا على أنهم يقدموها، وبالأخص الحلوى في العيد. وكمان عندهم بعد العيد بيبدأ المسحراتي، يعلن بطاقات الطبلة والأناشيد والأدعية، ويبدأ بعد تأدية صلاة العيد يستعد التونسيون لزيارة المقابر في أول أيام العيد، وبيحرصوا حرص شديد على زيارة المقابر، كما يقدمون التهنئة وبعض البقشيش للمسحراتي الموجود في كل منطقة. وإذا ذهبنا للمملكة العربية السعودية، سنجد أن المملكة بتتميز أجواء العيد
هناك بالعائلية وبتتسم بالفرحة بين أفراد الأسر في العوائل السعودية، وبيتم الاستعداد له في آخر يوم من رمضان، حيث يتم تخصيص هذا اليوم لتحضير الحلويات الخاصة بالعيد. بعد صلاة العيد بيتم تبادل التهاني في المسجد، وبيتوجه كل شخص إلى منزله لاستقبال أفراد العائلة التي ينتمي إليها. أما العيد في الإمارات فلا يختلف كثيراً عن غيره من الدول العربية، برضو المواطنين الإماراتيين والمواطنين المصريين أو العرب المغتربين القاطنين بالإمارات العربية المتحدة بيحرصوا على أداء الصلاة، صلاة العيد، ثم يخصصوا النهار لزيارة الأهل والأقارب والأصدقاء، وتشهد الفترة المسائية الاحتفالات في بعض المناطق اللي بيقام فيها الفنون التقليدية وترديد الأهازيج الشعبية، ومن أهمها منطقة الشندغة وهي منطقة وسط مدينة دبي، أكثر المناطق احتفالا بالعيد. أما العيد في ماليزيا فيبدأ بالصلاة مع الحرص على ارتداء الملابس التقليدية الماليزية، والتهنئة بتكون بالمصافحة لا العناق. بعد الصلاة كمان هناك تقليد أيضا، البيت يظل مفتوح حيث تعد الموائد وتفتح البيوت لجميع الناس حتى لو كانوا من المارة أمام المنزل، سواء مسلمين أو غير مسلمين. هنروح على الصين ونحتفل ونشوف مظاهر الاحتفال بتاعة المسلمين في الصين شكلها إيه. في الصين بيحرصوا على زيارة مقابر أقاربهم في عيد الفطر، وبيتلون آيات من القرآن الكريم بالقرب من القبر، كما ينثرون حبوب الأرز والقمح على قبر الفقيد لكل أسرة. وهناك مناطق أخرى في الصين بيخرج المسلمين فيها للشوارع والأماكن العامة ويرتدون ألوان مبهجة من الملابس، وذلك ضمن مهرجانات شعبية تقام خصيصاً للاحتفال بالعيد، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى. أما في روسيا فيبدأ العيد بصلاة العيد في المساجد، وبعد ذلك تقام بعد الصلاة بيتم تبادل الزيارات سواء الأسرية أو الأصدقاء فيما بينهم، ولكن أهم شيء بيحرص عليه المسلمين سواء الروس أو المقيمين هناك هو تقديم أطباق مختلفة من الطعام، بيحرصوا على أنها تقدم بشكل في الكثير من الفعاليات سواء الخيرية أو الدينية اللي بيحرص عليها الشعب الروسي أو الجالية المسلمة الروسية في روسيا خلال عيد الفطر المبارك. وفي فرنسا يأبى المسلمين في فرنسا والجاليات المسلمة هناك أن تغيب عنهم بهجة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، فرغم ضغوط العمل والحياة وعدم الاعتراف بأيام العيد كعطلة رسمية، ولكن يحيي المسلمون في فرنسا طقوسهم المختلفة لعيد الفطر في بلادهم الأم سنوياً، وتجمعهم فرحة العيد التي يحاولون أن يجسدوها في المكان الذي يعيشون فيه، حيث يستقبل المسلمين في فرنسا وعددهم يصل لحوالي 6 مليون نسمة عيد الفطر عن طريق الذهاب لأداء صلاة العيد، ويحرص عليها الكبار صغار رجال ونساء، وبعد الانتهاء منها يقومون عادة بتهنئة بعضهم والمصافحة والعناق، وتتجاوز التهنئة فيما بينهم إذ يقدم الأصدقاء والجيران من الديانات كمان المختلفة المتواجدة على الأراضي الفرنسية التهنئة للمسلمين. كمان أيضا يحرص المسؤولين الفرنسيين على تهنئة المسلمين
الفرنسيين بهذه المناسبة لتسود حالة من المحبة فيما بينهم. وحنروح لميلانو إيطاليا وحنسمع الأستاذة سناء مغازي وهي مقيمة مواطنة مصرية مقيمة في إيطاليا من أكثر من 30 سنة، هتحكي لنا أشكال ومظاهر الاحتفال بالعيد أو عيد الفطر المبارك بيكون شكلها إيه هناك. أهلا وسهلا أستاذة ريهام، معاكي سناء مغازي مقيمة في ميلانو من 40 سنة. احنا ان شاء الله بتنتهي كل حفلاتنا وسهراتنا بشهر رمضان، منتظرين العيد طبعا. العيد فرحة زي ما بيقولوا، طبعا احنا هنا بنتجمع وبنروح نحضر صلاة العيد في اكتر من مكان في ميلانو، بنقيم فيه الصلاة وبعد كده بحتفل الاسر طبعا مع الاطفال ومع الكبار، بيبقى في تجمعات كثيره، بنحتفل طبعا مظاهر العيد عندنا، بنعمل الكحك زي مصر، بندي عيدية للاطفال الصغيرين، بنحاول نختلق جو أعياد وأفراح مع بعضنا رغم افتقادنا طبعا للحس الجميل بتاع مصر والمشاعر الدافية بتاعت مصر، لكن بنحاول نأقلم نفسنا في المكان اللي احنا موجودين فيه. وكل سنة وانتو طيبين على مصر والمصريين. وكل سنة وحضرتك طيبة أستاذة سناء وكل المغتربين المصريين وغير المصريين العرب والمسلمين وغير المسلمين في إيطاليا، كل سنة وانتم طيبين بحلول عيد الفطر المبارك وربنا يحفظكم في غربتكم. هنروح بقى لكندا، وكندا أستاذة هالة حسين هتكلمنا عن مظاهر الاحتفال بالعيد في كندا بيكون شكلها ايه. اهلا وسهلا بيكي أستاذة هالة، ياريت تكلمينا عن مظاهر الاحتفال بالعيد عندكم في كندا. اهلا يا أستاذة ريهام مازن، ازايك؟ عاملة ايه؟ كل سنة وانتي طيبة، انتي كل مستمعين راديو الأهرام في كل حتة، يا رب يرجع علينا العيد كل سنة وإحنا في أحسن حال. أفكر أنا بحبك أبدا. وأنا بحب حضرتك جدا وكل سنة وإنتي طيبة. يا ريت تكلمينا بقى عن الاحتفال يا أستاذة هالة، وتعرفينا برضو نفسك للسادة المستمعين وحضرتك متواجدة بتعملي إيه هناك. أنا اسمي هالة وعايشة في كندا، هالي تقريبا حوالي 20 سنة. كل سنة وإنتوا طيبين. بالنسبة للعيد، إحنا طبعا كالية أو المسلمين يعني مش بس عارف، المنطقة اللي كنت عايشة فيها يعني في البداية كان أغلب المسلمين مش عارف، فيه كان فيه هنود وفيه باكستانيين وما إلى ذلك. وبالتالي طبعا أكتر حاجة اللي هي من معالم العيد اللي هي صلاة العيد، كنا بروح المسجد ونلاقي طبعا كل حد جايب الأكلات بتاعته أو الحلويات أو الحاجات اللي مش ضروري نكون إحنا كمصريين متعودين عليها، بس كان بيبقى ليها فرحة برضه، واللبس بتاعهم كده كان يبقى ملون وألوان وحاجات كده إيه أكتر من اللي إحنا متعودين عليها بشوية، كان بيبقى ليه فرحة وحلو كده. طيب أنتوا إزاي بقى يعني بتقدروا أن أنتوا تخلوا ولادكم يحسوا بفرحة العيد برضو يا أستاذة هاي؟ زمان أول لما جيت قبل ما يكون عندي أطفال ما كانش فكرة أنه العيد ما كانش عندنا أكتر من إحنا نروح الصلاة ونروح، حتى الواحد لو عنده شغل ممكن يروح الشغل بعد كده. بس يعني طبعا مع بقى ما في أطفال وهنا يعني الحمد لله غير مصر، لازم اذا ما كناش احنا الاهالي نعرف الاطفال بالعيد ما مش هيعرف. كنا دايما طبعا نحرص ان احنا ناخد يوم العيد اجازه، نجيب لعب، نخرج طبعا، لازم برضو ناخدهم ونروح نصلي. وقبل العيد بليله انا كنت متعوده، وناس كتير امهات كتير بتعمل كده، تعمل جودي باك يعني شنطه كده فيها شويه لعب صغيره وشويه حلويات وحاجات كده، ونحطها جنب راسهم وهما نايمين ليله العيد، يصحوا يلاقيها جنبهم. فدي برضو حاجة يعني تفرح الأطفال كده وتحسسهم من العيد ده يوم مختلف يعني كده. بس وبعد كده لما مع الأطفال بتكبر، إحنا كنا الأول وهم صغيرين بيبيهات كده نحط بس جدي باك وشوية حلويات وحاجات، كبروا شوية بقينا ندي عادية لما بقوا عارفين يعني فلوس. كبروا شوية ما بقاش ذوقي يعجبهم في اللعبة اللي أنا بشتريها، فكنت بدي بقى بدي فلوس وبس. وبعدين بالنسبة لنا بقى إحنا لما كجالية سواء جالية مصرية أو عرب أو حتى بس مسلمين، بس بنحاول خصوصا لما أولادنا بيكبروا كمان شوية شوية بنحاول إن هم يتقابلوا مع بعض في الأعياد. فطبعا أساسي إن إحنا بعد 30 يوم صيام نطلع نفطر برا بعد صلاة العيد، بعد ما رحنا وصلينا والحمد لله وربنا إن شاء الله يتقبل منا جميعا، نروح إيه خارجين
على اي كافي شوب نفطر بقى لاول مره بعد شهر، والاطفال برا طبعا برضو يطلبوا الحاجات اللي اكيد لازم بتكون حلويات. نخرج بقى ناخدهم يلعبوا في مكان، يروحوا سواء كانت يعني زي مدينة ملاهي أو بارك يعني جنينة مثلا يكون فيها مراجيح، يكون على حسب سنهم بصراحة طبعا. أو ساعات لما يكون الجو هنا، لأن دايما هنا مش بالضرورة الجو ده جو برد يعني برا في يعني خارج المباني يعني، ف أي حاجة برضو مقفولة، أي بارك أي ترامبولين في هنا جنبنا يعني قريب في ترامبولين بارك للأطفال الكبار شوية بيحبوا يروحوا. وطبعا احنا برضو بالنسبة للأهالي الأمهات والأباء يعني برضو ممكن نخرج الليل مرة كده خروجة كبار بقى نتعشى برا مش عارفة ايه كده يعني. بس هو طبعا اكيد ان احنا في اغلب الوقت بنحاول نركز على الأطفال عشان احنا خلاص خدنا طفولة وفرحة العيد بتاعتنا زمان وكانت اكبر منهم طبعا كتير هنا في الغربة، فبنحاول ان احنا نحسسهم ان اليوم دوت يوم يعني سبيشال كده، و هدوم يجيب العاب يجيب، نحاول نفرحهم على قد ما نقدر، وربنا يفرحنا كلنا احنا واطفالنا يا رب. اللهم امين. وكل سنه وانتم طيبين وربنا يحفظكم يا استاذه هاله في غربتكم ويحفظ اولادك وتسعدي بيهم يا رب دايما. ودلوقتي هنروح لفيينا العاصمة النمساوية فيينا، ونلتقي مع الأستاذ مصطفى عبد الله. أستاذ مصطفى عبد الله هو مراسل الأهرام في فيينا، وهيحكي لنا على مظاهر الاحتفال بالعيد في فيينا بتكون إزاي، ويعني إن شاء الله نتمنى له كل خير وتوفيق وكل سنة وهو طيب وانتوا كلكم طيبين مستمعينا ومستمعي راديو الاهرام في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم مستمعي راديو الاهرام في كل مكان. من العاصمة النمساوية احييكم واتقدم بالتهنئة لحضراتكم جميعا بخصوص عيد الفطر المبارك. والحقيقة الاحتفال بالاعياد الدينية في النمسا بيبقى ليه نكهة خاصة لتواجد الأعداد الكبيرة من المسلمين القاطنين في هذا البلد الأوروبي اللي بيتألق بمظاهر الاحتفال واللي بيعترف بالدين الإسلامي منذ أكثر من 100 عام، وده بيضفي طابع يشبه الأجواء في الوطن الأم، وده بينطبق على الجالية المصرية في النمسا. فبنرى الآلاف من أبناء الجالية يتوجهوا إلى المساجد وتتعالى التكبيرات لتشق عنان السماء بمختلف المساجد. فنجد المركز الإسلامي في فيينا هو صاحب النصيب الأكبر بحكم مساحته وموقعه على نهر الدانوب الأزرق، وهو المسجد الوحيد بفيينا اللي بني على طراز معماري إسلامي، فنجده صاحب النصيب الأكبر والجمهور الأكثر عددا. بعد أداء صلاة العيد بتطفو الابتسامة الجميلة اللي بتعلو الوجوه مع تبادل التهاني الرقيقة بين الأصدقاء والأحباب والأقارب، بينما بيفرح الأطفال بالحدائق والألعاب الجميلة اللي بتتواجد بساحة المسجد. وبعد صلاة العيد بيتوجه أبناء الجاليات الإسلامية إلى الأقارب جميعا لتقديم التهنئة بهذا العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. من العاصمة النمساوية مصطفى عبد الله، مدير مكتب الأهرام واتحاد الإذاعة والتلفزيون بالنمسا وشرق أوروبا. شكرا ليك ولذوقك أستاذ مصطفى عبد الله، شرفتنا كل سنة وحضرتك وأسرتك الكريمة بخير، وكل سنة وأنتم جميعا طيبين في الجالية المصرية والعربية في العاصمة النمساوية فيينا. هنروح معاكم دلوقتي لإقليم كردستان العراق، وحتشرفنا الأستاذة سوزان بابان. والأستاذة سوزان بابان هي عراقية من إقليم كردستان العراق، وحتحكي لنا على أشكال ومظاهر الاحتفال بالعيد هناك بتكون إزاي، وبالأخص عيد الفطر المبارك. أعاده الله عليكم جميعا بالخير واليمن والبركات. أهلا وسهلا بيكي أستاذة سوزان، ياريت تحكي لنا على أشكال ومظاهر الاحتفال بالعيد بعد إذنك. أهلا بكم مستمعينا راديو أهرام في كل مكان في مصر العظيم، مصر الأم الدنيا. أنا سوزان بابان، صحفية في أقليم العاصمة الكردستان العراق.
أهلا بك أستاذة ريهام مازن، وأهلا بشعب مصر. قبل كل حاجة عايزة أوصف مستوى ثقافة عالية في مصر العظيم. في مثل عندنا بيقول المصريين بيألفوا واللبنانيين بيطبعوا والعراقيين بيقرأوا. أحب أقول لكم بمعيد الفطر المبارك لكل الشعب المصري. أستاذة ريهام، إحنا هنا في إقليم الكردستان عندنا عادات وتقاليد. أول يوم العيد بعد صلاة العيد الساعة 8 الصبح بنجتمع مع العائلة، بالصبح نتغدى، بنطبخ الشوربة، فاصوليا جافة ومشمش جافة والرز واللحم والفراخ. أكثرية الناس بيطبخوا فاصوليا ومشمش. بالنسبة لبسنا بنلبس زي كردي، لبس دي فلكلوري للرجال والستات وكمان أطفال. كمان نحتفل بزيارات مع الأقرباء وأصدقاء، بندفع المصاري للأطفال الصغيرين. في حاجة تانية عايزة أقولها، المصاري يعني فلوس العيد، قصدك العادية يعني. اتفضلي قولنا إيه اللي كنت عايزة تقوليه حضرتك أستاذة سوزان. زيارات مع الأقرباء وأصدقاء، بندفع المصاري للأطفال الصغيرين. في حاجة تانية عايزة أقولها، في أقرباء مخصمين مع بعض بيصالحوا في اليوم العيد. كمان في يوم الأول في ناس بيروح القبور، مثال واحد أبوه متوفي أو أمه متوفية أو أي أحد من عائلته متوفي، بيروح بيعيدوا للقبور، بيعيدوا يروحوا بيقعدوا عند القبور. سوزان بابام من أقليم الكردستان العراق. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة سوزان بابان، كنت معنا من أقليم كردستان العراق. بشكرك شكرا جزيلا على المداخلة اللطيفة. وحنروح معكم الإمارات العربية المتحدة عشان نعرف مظاهر وأشكال الاحتفال بالعيد هناك بتكون شكلها إيه. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود عليكم وعلينا الأيام بخير. معنا الأستاذة دينا نظام، مدير مالي في الإمارات العربية المتحدة. مساء الخير أستاذة ريهام، كل سنة وأنت طيبة. بصي طبعا أكيد الاحتفال في العيد في بلدك في وسط أهلك وجيرانك وكده أكيد مختلف طبعا عن أن أنت تكوني قاعدة في حتة لوحدك. بس والله في الإمارات الوضع يمكن مختلف شوية، لأنه في مصريين كتير وإلى حد ما نفس المظاهر الاحتفال بتبقى موجودة، صلاة العيد موجودة، العداية موجودة، الاحتفال بالعيد والنزول للبس العيد والزينة في الشوارع إلى حد ما تقريبا نفس الفكرة في مصر. بس طبعا هنا بس بتقتصر على أن أنت بتقضي العيد مع عيلتك الصغيرة اللي هي أولادك أو جوزك، ما بيبقاش عندك كم كتير من ما عندكيش أهلك موجودين حواليكي، ولكن بتستعيدي ده بأن أنت بقى عندك مثلا صحابك القريبين منك اللي ظروفهم بتبقى نفس ظروفك، فبتقدروا تتلموا تاني يوم العيد أو أول يوم تخرجوا مع بعض. يعني هي بتبقى برا الدايرة صغيرة شوية، لكن الفرحة واحدة في العيد. وكل سنة وانت طيبة. وكل سنة وانت طيبة أستاذة دينا من الإمارات العربية المتحدة، وكل مواطنين الإمارات والمقيمين سواء المصريين أو العرب في الإمارات العربية المتحدة، كل سنة وانتم طيبين. وبنتمنى لكم عيد سعيد، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود علينا جميعا الأيام بكل خير. شكرا وتحياتي واحترامي.